بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رحمه الله تعالى وسلم: ومن جهل الله سبحانه وتعالى إكرامه فقد ارتد بأنه لم يعبد إلهه، ومن جعل له شريكا فهو مشرك وليس بموحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلام. إنسان شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام، وكذلك إذا اعتقد أن لله شريكا في عبادته أو في ملكه، فصار يصرف النذور والدعوات والاستغاثة إلى الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر يقتضي ردته وخروجه من الإسلام، كما عليه كثير من القبوريين اليوم، وهم يدعون الإسلام ومع ذلك يشركون بالله عز وجل ويدعون غيره ويستغيثون بغيره ويذبحون لغيره بحجة أن هؤلاء شفعاء عند الله، فهذا يحكم بردته ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. وكذلك من جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى. جعل لله ندا، والند هو الشريك كما سبق، ند أو شبيه أو نظير أو شريك، معنى واحد. حتى لو لم يقل إنه شريك لله، ولكن دعا واستنجد به واستغاث به وصرف له شيئا من العبادة، فإنه يعتبر مشركا ولو لم يقل إن هذا شريك لله، بل يقول هذا شفيع، هذا شفيع عند الله، وهذا يقرب إلى الله كما قالت المشركون من قبل. وكذلك من اعتقد اعتقاد النصارى وأهل الجاهلية، اعتقاد أن لله ولدا كما تقول النصارى المسيح ابن الله، وكما قالت كما قال المشركون الملائكة بنات الله، فمن اعتقد أن لله ولدا من بنين أو بنات قد كفر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والولد شريك للوالد وشبيه به وجزء منه، جزء من الوالد. فإذا اعتقد أن لله ولدا قد اعتقد أن لله جزءا وشريكا ومشابها له سبحانه وتعالى، وجعلوا له من عباده جزءا لولده، لأن الولد جزء من الوالد وبضعة منه. فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو من أعظم الخلق كفرا بالله عز وجل، وهذا اعتقاد النصارى اليوم ينادون به في إذاعاتهم وفي كنائسهم وفي يجهرون بذلك، ومع هذا فيها من يقول الآن إن النصارى واليهود والمسلمين إخوة، ينادون بتقارب الأديان ووحدة الأديان، يعني معناه يخلق الإسلام بالكفر، ويتصالح المسلمون والكفار ويصيرون إخوة. هذه دعوة قائمة الآن، مع ما يقوله النصارى من التثليث واعتقاد أن لله ولدا، وكذلك ما يقوله اليهود في الله من المعائب والنقائص، تعالى الله عما يقولون، ومع تحريفهم لكتاب الله وكفرهم برسل الله. مع هذا يأتي من يدعي الإسلام ويقول إنها اليهود والنصارى والمسلمون إخوة، فمن أجاز هذا فهو مرتد. من اعتقد أن اليهود والنصارى والمسلمين أنهم إخوة فهو مرتد في دين الإسلام، لأنه لم يفرق بين المسلم والكافر، ولم يفرق بين الإسلام والكفر،
يكون حكمه حكمهم والعياذ بالله. وإن كان ينادي بهذا الآن من يدعي أنه من علماء المسلمين وأنه من الدعاة إلى الله وأنه فهو مرتد بهذا الاعتقاد. نعم. ومن جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى. فإن الله ليس له ولد وليس له صاحبة يعني زوجة. أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة. والولد إنما يكون من الزوجة. فهذا ألحد في الله عز وجل حيث اعتقد أن له ولد والولد لا يكون إلا من زوجة. اعتقد أيضا أن لله زوجة. نعم. ومن سبه فقد استحق به. لذلك من سب الله أو استهزأ بالله أو بالرسول كفر الاستهزاء. الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يقول العلماء لا تقبل له توبة في الدنيا بل يقتل على كل حال. من سب الله أو رسوله أو استهزأ بالقرآن فإنه يتعين قتله حتى ولو قال أنه تائب فهذا لا يدفع عنه الحد. وإذا كان صادقا في توبته هذا بينه وبين الله. أما نحن نقيم عليه الحد. الذين اعتذروا لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يقبل اعتذاره. نعم. ومن كذب رسوله فقد رد على الله تعالى ولم يجب طاعته. هذا يدخل فيما سبق من سب الله او سب الرسول او سب اي نبي من الانبياء. من سب اي نبي من الانبياء فهو كافر. كان سب موسى او عيسى او داود او سليمان او اي نبي من الانبياء وطعن فيه وقال فيه قولا يتنقصه فيه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. نعم. ومن جعل النبي فقد كفر بقوله سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. من أنواع الردة أن يجحد نبوة بعض الأنبياء. نبوة كان جحد نبوة عيسى أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو نبوة أي نبي من الأنبياء فإنه يكون كافرا. لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. ولا يكفي الإيمان ببعضهم والكفر ببعض. فمن كفر بواحد فهو كافر بالجميع حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيهم نوح لكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيا. فدل على أن من كذب نبيا واحدا قد كذب جميع الأنبياء. نعم. ومن جعل نبيا فقد كفر بقوله سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وكذا من جعل إله الله أو شيئا منه فقد كفر. من الإيمان من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله سواء ما علمنا اسمها وما لم نعلمه. ما علمنا اسمها مثل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب. فمن جحد كتابا من الكتب التي أنزلها الله على الرسل فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. نعم. واليهود والنصارى يكذبون بالقرآن الذي هو أعظم الكتب
كيف يقال انهم اخواننا اخوانا وان وحدة الاديان الثلاثة وتعايشها كما يقولون امر واجب؟ هذا كذب على الله وعلى رسوله. انما اذا خضع اليهود والنصارى لحكم المسلمين ودفعوا الجزية وهم صاغرون فانهم يتركون على ما هم عليه، لانهم خضعوا للاسلام وانقادوا تحت حكم الاسلام ورضوا بالصغار ودفع الجزية، هذا شيء، والأقوة التي يقولون شيء آخر. ليس معنى أخذ الجزية منهم وتركهم على دينهم الاعتراف بما هم عليه، وإنما هذا من أجل إتاحة الفرصة لهم لعلهم يتوبون، لعلهم يتأملون ويتراجعون عما هم عليه. هذا من ناحية. والناحية الثانية أنهم صاروا مستذلين، وصار الحكم الإسلامي يسيطر عليهم تماما، وصاروا يدفعون الجزية والصغار. نعم. وكذلك من جحد شيئا من القرآن، أو لو حرفا، لو جحد حرفا من القرآن إنه يكون كافرا، جحد حرفا أو كلمة أو آية أو سورة كن كافرا بالله عز وجل، لأن من جحد البعض فقد كفر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. من جحد كلمة من القرآن أو حرف كأن جحد صاد أو قاف والقرآن المجيد، أو نون والقلم وما يسطرون، فمشوله على الحرف هذا، شوله نون وشوله قاف وشوله صاد، حرف واحد شيء. فمن جحده كفر بالله عز وجل. كذلك من جحد كلمة من القرآن أو جحد آية أو جحد سورة فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. نعم. الله جل وعلا يقول هذا كتاب، كتاب أخبر عنه كتابه، كتاب الله، وهذا يقول لا، هذا ما هو كتاب الله، هذه السورة أو هذه الآية أو هذه الكلمة أو هذا الحرف ليس هو كتاب الله، فهو يرد على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فجعل الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة، وكما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ومن جحد أحد أركان الإسلام أو أن محرماً على كذلك، من أنكر أحد أركان الإسلام، أنكر وجوب الصلاة، الصلاة ما هي واجبة، لكن من شاء يصلي في صلاة لا بأس طيبة وفيها خير، لكن ما هي واجبة، الناس بالخيار، إن شاء صلوا وإن شاء ولم يصل، والإسلام ما هو الصلاة كما يقول بعضهم، هذا كافر بالله عز وجل، لأنه جحد ركنا من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذا في الذي يجحد وجوب الصلاة. أما الذي يقر بوجوب الصلاة ولكن يتركها متكاسلا مع اعترافه بوجوبها فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يكفر، الصحيح أنه يكفر، هذا في الذي يتركها متكاسلا فيه الخلاف. أما الذي ينكر وجوبها يقول ما هو بلازم، أنت مسلم ولو ما صليت، والصلاة ما هي واجبة، والدين ما هو صلاة، نقول هذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه منكر لما علم من الدين بالضرورة من وجوب الصلاة وأنها ركن من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ففيه فرق بين من ينكر وجوبها ومن يقر بوجوبها ويتركها متكاسلا متعمدا، الأول مجمع على تكفيره والثاني فيه الخلاف، والصحيح أنه يكفر. نعم. هذا في الصلاة. نعم. أو أنكر تحريم شيء مجمع على تحريم كالخمر، لو قال الخمر ما هو حرام
أو الربا ما هو حرام، أو الزنا ما هو حرام، أو السرقة ما هي حرام، هذا يكفر عند الجميع، لأنه منكر لحكم من أحكام الإسلام مجمع عليه عند المسلمين. وكذلك لو حرم شيئا مجمعا على حله، كأن حرم اللبن أو اللحم، لحم بهيمة الأنعام أو لحم الصيد، قال هل لحم هذا حرام، هذا حيوان، ليش نقتله، ليش نفقده الحياة، وله حق العيش في الحياة، كحالة المعري وغيره من الملاحدة الذين ينكرون أكل اللحوم رحمة بالحيوانات، يعني الله خلق الحيوانات لمصالح من يأكل منها ومنها تأكله، خلق بهيمة الأنعام والحيوانات لمصالح بني آدم، لركوبهم ولحملهم عليها ولشرب ألبانها ولأكل لحومها، ومنها تأكلون، هي خلقت لهم، خلقت لبني آدم ولمصالحه. الذي ينكر حل اللحم هذا يكون كافرا لله عز وجل، لأنه أنكر حلالا مجمعا على حده، أو أنكر حل العسل أو اللبن أو الخبز، أنكر شيئا مجمعا على حله، حكم بتحريم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الواجب على المسلم أن لا يحرم الحلال وأن لا يتعدى إلى الحرام الذي حرمه الله، بل يلتزم بهذا وهذا، يلتزم بالحلال والحرام، فيأخذ الحلال ويتجنب الحرام، هذا هو الواجب على المسلم. نعم. أما المسائل المختلف فيها في حلها أو تحريمها محل اجتهاد، هذا لا يكفر إذا قال إنها حلال أو إنها حرام، لأنها محل خلاف. وإن كان الراجح خلاف ما يقول، وإن كان مخالفا للدليل، لأن ما دام فيه خلاف بين العلماء فالخلاف يدرى عنه التكفير، الخلاف يدرى عنه التكفير، لكن يخطأ ويضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسائل الخلافية. وهذا أمر مهم جدا، يعني تعلم هذه الأمور مهم جدا، لأن الناس أصبحوا في جهل الآن، بعضهم صار لا يكفر بشيء، لا يكفر بشيء من الأشياء، عندهن الناس كلهم مسلمين، والبعض الآخر يكفر الناس بأي شيء خالفوه فيه دون نظر إلى كون هذا الشيء مجمع عليه أو مختلف فيه، ودون رجوع إلى كلام أهل العلم والبصيرة، فمن خالفه في شيء كفره، وهذا فعل أهل الضلال. أما أهل السنة والجماعة مذهبهم الوسط، لا يكفرون إلا من قام الدليل على تكفيره من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم، ولا يحكمون بالإسلام إلا لمن سلم من النواقض وأنواع الردة، ما يمنحون الإسلام لكل أحد ينتسب للإسلام ويعبد القبور ويفعل المحرمات مستحلا لها. هذا أمر مهم جدا، مسألة هذا باب الردة، هذا أمر مهم جدا يجب العناية به. نعم. ومن جعل أهل أركان الإسلام فأحل محرم وأمر إجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله. من أحل حراما مجمعا على تحريمه أو حرم حلالا مجمعا على حله قد كفر، وأما ما فيه خلاف فهذا لا يكفر من خالف فيه، لكن إن كان مخالفا للدليل يخطأ ويضلل. نعم. وقد كذب الله ورسوله لأن العلة الثالثة فقرات في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا محذب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض المتعلمين أو المتعالمين الآن يعتمد على فهمه هو دون رجوع إلى القواعد والضوابط الشرعية وكلام أهل العلم في هذا الباب، وهذا أمر خطير، الإنسان لا يعتمد على فهمه هو وهو ما عنده تحصيل من قبل، وإنما صار يقرأ ويتهجى في الكتب
ويطلق الأحكام على الناس بدون رجوع إلى الضوابط الشرعية والقواعد المرعية وكلام أهل العلم. هذا خطر عظيم على هذا الإنسان، وأيضا ربما يجر غيره إلى الضلال، يتبعه ناس على هذا الشيء. نعم. أما من استحل حراما هو ما يدري، يعني تو حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام استحل الربا أو الخمر أو الزنا، لأنه ما بعد تبين له، تو داخل في الإسلام، فهذا ينظر ويبين له، فإن قبل فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه حكم بردته. هذا في الجاهل الذي نشأ في الإسلام حديثا، هذا يدرى عن التكفير والحد حتى يبين له ويوضح له. أما الإنسان الذي لا يجهل فهذا يحكم عليه بالردة من أول ما يصدر منه شيء، اللي مثله ما يجهل. نعم. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والحرامات، لأنه حديث عهد بالإسلام. نعم. فيتعرض ذلك فإن لم يخبر ذلك كفر. نعم. الذي يخفى عليه ذلك أن يكون حديث عهد بالإسلام. نعم، أن يكون حديث عهد بالإسلام. أما الذي إسلامه قديم ومسلم من قديم ويعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث، هذا لا يعذر. نعم. يعني ما يجوز له يدخل بشيء وهو ما يعلم. يجوز الإنسان وأن تقول على الله ما لا تعلم، يجوز الإنسان يدخل في التحليل والتحريم والكلام في شرع الله بدون علم. نعم. أو يكون قد نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين، فهذا يعرض. يعني إما أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو يكون نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين، بادية بعيدة أو دولة بعيدة عن الإسلام، فهذا يعرض الحكم الشرعي. نعم. فإن رجع عن ذلك وإلا قتل. نعم. وأما من كان ناشئا بين المسلمين مسلما فهو كافر ويستتاب، لأن مثله لا يجهل هذا الشيء، ولأنه لا يجوز له الدخول في شيء لا يحسن، مسألة التكفير أو مسألة التحليل والتحريم لا يجوز الإنسان يدخل فيها بغير علم. نعم. فإن كافر وإلا قتل، فذلك لأن إقرارها في الأشياء ظاهر بالكتاب والسنة، المخل بها مكذب لله ولرسوله، فيكفر بذلك كما قلنا في جانب الاركان الاسلام. مساله ويصح اسلام الصبي العاقل. نعم، الصبي العاقل المميز يصح اسلامه ويكون تابعا لوالديه، يكون تابعا لوالديه المسلمين، فلا يطلب منه إذا بلغ، يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد البلوغ، لأن هذا غير معروف في تاريخ المسلمين، ما كانوا يجيبون الأطفال إذا بلغوا ويأمرونهم بالنطق بالشهادتين، فدل على أنهم مسلمون من الأول من نشأتهم وهم تبع لآبائهم. نعم. ويصح الإسلام الصبي العاقل. نعم. فهو إذا بلغ 10 سنين وعقل الإسلام يعني المميز، العاقل يعني المميز الذي يعرف الضار من النافع ويعرف الأشياء، إذا ميز صار يميز ويعرف، فهو يحكم بإسلامه تبعا لوالديه وتبعا للدار التي يعيش فيها، ولا يطلب منه إذا بلغ أنه ينطق بالشهادتين، لأن هذا ما كان معروفا عند المسلمين. نعم. لأن علي رضي الله عنه أسلم صبيا وصح إسلامه وعد ذلك من مناقبه وسبقه. نعم، هو أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه، وهذا قبل البلوغ، وعد من أكابر الصحابة ومن أفاضل الصحابة، ولأنه لم يعرف في تاريخ الإسلام أن الأطفال إذا بلغوا يطلب منهم النطق بالشهادتين والدخول في الإسلام، دل على أنهم مسلمون من الأصل، وإذا ماتوا يعاملون معاملة المسلمين، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، وهم أطفال صبيان، يعاملون معاملة المسلمين، هذا بإجماع المسلمين، ما نقولها والله هذا ما بعد بلغ ولا نطق بالشهادتين ولا ندري ايش بيصير،
فلا يدفن مع المسلمين ولا. هذا ما قال به أحد من أهل العلم. نعم. ويقال هؤلاء من أسلم من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة رضي الله عنهم. هؤلاء أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومن الأطفال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن العبيد بلال رضي الله تعالى عنه، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، من نطق بلا إله إلا الله حكم بإسلامه وعمل معاملة المسلمين، إلا أن يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة. إذا ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، أما إذا نطق بالشهادة فإنه يحكم بإسلامه. بدليل قصة الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه بعدما قال لا إله إلا الله، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها يتقي بها السلاح. قال هل لا شققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فمن نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، فإن ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الإسلام حكمنا بردته، وإن لم يظهر منه شيء فحكمه الإسلام، وإن مات فهو مسلم، يعامل معاملة المسلمين. حتى ولو لم يعمل شيئا، لو نطق بلا إله إلا الله ومات على طول، يعامل معاملة المسلمين ويحكم بإسلامه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول معنى، وهذا فقه دقيق، فقه دقيق، أن من نطق بلا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه وينظر، فإن أحسن العمل فهو مسلم، وإن جاء بما يناقض لا إله إلا الله حكم بردته. ومعنى حديث أسامة، ومعنى حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. لكن هذا الحديث وأشباهه تعلق به بعض الخرافيين، قالوا إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر مهما فعل، ما دام يقول لا إله إلا الله فإنه لا يكفر، ولو دعا غير الله، ولو ذبح لغير الله، ولو. فهم أخذوا هذا الحديث وأمثاله وحملوه على غير محمل. أنا أقول لا، قال لا إله إلا الله والتزم بها فهو مسلم، أو لم يظهر منه ما يخالفه فهو مسلم. أما من ظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله ودعا غير الله وذبح لغير الله واستغاث بالأموات فهذا ليس بمسلم، وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه أتى بما يناقضها. مجرد النطق بلا إله إلا الله من غير التزام وعمل بمدلولها لا يكفي. نعم. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه من جانبه ومن صغره ومن لسانه. الأصل في المولود أنه على الإسلام، فإن عرض له كفر فإنه بسبب دعاة الضلال. كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا، أو نصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. فلو ترك هذا الطفل، لو ترك على فطرته لصار قابلا للإسلام، صار قابلا للإسلام، ولكن يأتي من يغير هذه الفطرة من دعاة السوء والمربين فيصرفونه عن فطرته. نعم. نعم. وهذا يدخل في عموم الصبي، ولأن الإسلام عبادة المعروف، فصحت من الصبي الصلاة والحج.
وإن كان دون عشر سنين كبرت، فإن كان لا يعرف الإسلام لم يصح منه لأنه لا يصدر عن عقل، فيكون كلامه مثل كلام المجنون. أبدا، الصبي المميز من أطفال المسلمين حكمه حكم المسلمين، هذا هو. وأما الطفل الذي مع الكفار حكمه حكم الكفار، الطفل تبع لوالديه، تبع للدار التي يعيش فيها، دار إسلام أو دار كفر. نعم. وما ذكر أن المسلمين يأتون بالأطفال إذا بلغوا يطلبون منهم الدخول في الإسلام، فدل على أنهم مسلمون من الأصل. وأما ما يقوله علماء الكلام أنه لا بد إذا أنه بلغ لا بد ينظر في الأدلة، يسمونه النظر أو الطريق إلى النظر، ينظر في الأدلة ثم بعد ذلك يسلم ليكون إسلامه عن اقتناع، هذا كلام باطل. المسلم مسلم من الأصل، فطرة، مسلم بموجب الفطرة وبموجب الدار التي يعيش فيها. لا يحتاج أنه يروح يتأمل في أدلة الكون ويستدل على الله وعلى وجود الله كما يقول علماء الكلام، هذا كلام باطل. نعم. ولكن هذا التفريق فيه نظر، هذا التفريق فيه نظر، لأنه ما عهد أن أطفال المسلمين يفرق بين من بلغ عشر ومن لم يبلغ عشر، ما عهد هذا. ولو مات هذا الطفل قبل بلوغ العشر وين يروح؟ أليس يكفن ويصلى عليه؟ حتى السقط الذي سقط من بطن أمه وقد نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر حكم جنازة المسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهو عمر 4 أشهر. هذا هو الذي يقوم عليه الدليل أن الأصل في أولاد المسلمين الإسلام، وإذا بلغوا فهم باقون على إسلامهم من الأول. نعم. وعموم ما ذكرنا من الآثار يقتضي عدم التفريق. نعم. وقد حكى المنذر عن أحمد إذا كان بالنسب فإسلامه إسلام. قال ابن رجاني حدث أحمد في السبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه بالصلاة في السبت. لكن الطفل إذا تكلم بكلام الكفر قبل أن يبلغ ما يؤاخذ عليه، ما يؤاخذ عليه ولا يحكم عليه بالردة لأنه طفل غير مكلف. أما الإسلام الأصل المسلم، وكذا وما يتلفظ به من ألفاظ الكفر وهو غير بالغ هذا لا يؤاخذ عليه لأنه غير مكلف، وإنما يؤاخذ عليه بعد البلوغ سن التكليف. فالإسلام يبدأ معه من الأصل، وأما الردة إنما تبدأ معه من البلوغ، تبدأ معه من البلوغ. نعم. ففيه إذن فرق بين الحكم بإسلامه والحكم بردته. الحكم بإسلامه من الأصل مستمر معه، وأما الحكم بردته فلا يحكم عليه إلا بعد البلوغ. نعم. وعن ما عهد أن المسلمين أنهم يفرقون بين البالغ وغير البالغ من أولاد المسلمين. نعم. ثم استرح. إيه استرح. 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 وإن ابتدى الصبي لم يقتل. نعم. وإن ابتدى الصبي لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. هذا الذي ذكرنا أنه ما يحكم بردته إلا بعد البلوغ. أما الإسلام فيحكم بإسلامه من الأصل. نعم. وإذا
وذلك لأن عدة الصبي صحيحة كما أن إسلامه صحيح، وإنما لا يقتل قبل البلوغ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة والقصاص، فإذا بلغ فبلوغه على عدته بمنزلة ابتدائها، فعند ذلك يستدعه تلاحلا، فإن تاب وإلا قتل كبد ارتده وبالغ. في فرق بين الإسلام والردة. الإسلام على الأصل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، الدين هو فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليه، فالإسلام معه من الأصل بموجب الفطرة. وأما الردة فلا يحكم عليه بها إلا بعد البلوغ والثبات عليها وعدم التوبة، لأنها الردة عقوبة والعقوبات لا تجب على غير المكلفين. نعم. مسألة، ومن كان يتجه الروم عسلا قبل منه كما يقبل من الكافر الأصلي. المرتد إذا تاب فإنه يقبل منه، قوله تعالى إلا من تاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله تعالى إلا من تاب، من تاب فإنه تقبل منه التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله فيمت وهو كافر دل على أنه لو تاب قبل الموت يقبل منه ولا تحبط أعماله، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده بفضله أنه يقبل التوبة ممن تاب من المرتدين وغيرهم. والصحابة قبلوا توبة من تاب من المرتدين وكفوا عنهم القتل، إلا أن الفقهاء ذكروا أن من تكررت ردته فإن توبته لا تسقط عنه الحد. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، من تكررت ردته فإنه لا يقبل منه التوبة ويقام عليه الحد. هذا واحد. الثاني من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن فهذا أيضا لا تقبل توبته بل يقام عليه الحد، فإن كان تائبا توبة صحيحة فهذا بينه وبين الله، أما نحن نقيم عليه الحد. الثالث الساحر، الساحر لا تقبل توبته، والزنديق، الساحر والزنديق لا تقبل توبتهم لأنهم غير صادقين فيها، يظهرون الخداع والتمويه على الناس، ولأنه لا يزول ما في قلبه والعياذ بالله من عمل السحر ومحبة السحر، فالساحر يكثر بكل حال. وإذا تاب فإن توبته لا تسقط عنه القتل، فإن كانت توبة صحيحة فهذا بينه وبين الله، أما نحن فنقيم عليه حد الردة ونعامله معاملة المرتدين. نعم. ثبتت ردته إما باعترافه وإما بقيام البينة عليه، الردة تثبت لأحد أمرين، إما بالإقرار بها وإما بشهادة شاهدين عليه لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا الذي تثبت ردته. نعم. إلا ما استثني من المسائل التي ذكرنا. نعم. إلا أن يكون كفره بجهد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحد. يعني إذا كانت ردته بسبب أنه جحد نبوة نبي من الأنبياء أو جحد شيئا من القرآن
قال هذا ليس من القرآن، أو كانت ردته بترك واجب كالصلاة، كترك الصلاة، أو حل اعتقاده لحل الربا أو الزنا، فهذا لا يكفي منه أن يقول أنا تائب، لأنه قد يعتقد أنه تائب وهو مقيم على هذه الأشياء، حتى يصرح بالرجوع، حتى يصرح بالرجوع عن ردته ويقول أنا تائب وأشهد أن الربا حرام وأن الزنا حرام وأن النبي الذي جحدت نبوته أنه نبي الله، فيصرح مع التوبة، يصرح بالتراجع عما هو عليه من الكفر. وأما أن يقول أنا تائب أو التوبة إلى الله أو ما أشبه ذلك، فهذا قد يظن أن التوبة تكفي مع وجود اعتقاده الأصلي وبقائه عليه. نعم. إلا أن يكون كفره بجهل أبي أو كريمة أو نحوه، أو يعتقد أن محمد رسول الله عليه وسلم وعد إلى الأرض خاصة. كذلك لو اعترف بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترف بأن محمد رسول الله، ولكن لم يعتقد عموم نبوته للعالم، لأن قال محمد رسول الله إلى العرب خاص، هذا كافر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الثقلين. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكتب إلى الملوك، إلى ملوك الأرض كسرى وقيصر وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام، دل على أنه نبي مرسل إليهم، مرسل إلى جميع البشر. وجاهد صلى الله عليه وسلم المشركين وجيش الجيوش، وجاهد الصحابة من بعده وغزوا فارس والروم، هذا دليل على عموم نبوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن نبوته للعرب خاصة فهو كافر، لأنه لم يؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده، ويقر بقوله إن محمد رصد الله عليه وسلم إنما وجد إلى العرب خاصة، احتاج مع الشهادتين إلى أن يتقى أنه مبعوث إلى خلق أجمعين، ويتبقى مع الشهادتين من كل دين يخالف دين الإسلام، لأنه إذا اقتصر على الشهادة، نعم، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين. وهؤلاء الذين يدعون إلى التقريب بين الأديان معناهم يقولون إن محمد رسول إلى العرب خاصة، ما هو رسول إلى اليهود ولا إلى النصارى، هذول عندهم أنبياءهم وعندهم دينهم، ورسالة محمد خاصة بالعرب، هذا مضمون كلامه، نسأل الله العافية. أما لو كانوا يعتقدون أنه رسول إلى اليهود وإلى النصارى، فمن لم يؤمن فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده، فإن كان كفره بقوله إن محمد رسول الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب خاصة، احتاج مع شهادتين إلى أن يقر أنه مبعوث إلى الخلق أجمعين، ويتبقى مع الشهادتين من كل دين يخالف دين الإسلام، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين. هؤلاء الذين يدعون إلى التقريب بين الأديان معناهم أنهم يقولون أن محمد رسول إلى العرب خاصة، ما هو رسول إلى اليهود ولا إلى النصارى، هذول عندهم أنبياءهم وعندهم دينهم، ورسالة محمد خاصة بالعرب، هذا مضمون كلامه، نسأل الله العافية. أما لو كانوا يعتقدون أنه رسول إلى اليهود وإلى النصارى، فمن لم يؤمن به من اليهود والنصارى فهو كافر، فهو كافر حتى بالنبي الذي يزعم أنه مؤمن به كعيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام، لأنهما بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أممهم باتباعه إذا ظهر. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه،
قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل الرسل اعترفوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث وهم أحياء لاتبعوه، وموسى وعيسى بالذات والخصوص أحال على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نعم. أو جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصلاة أو وجوب الحج أو وجوب الصيام، فلا يكفي أنه يقول أنا تائب إلى الله أو تبت إلى الله، بل لا بد أن يقول أنا تائب إلى الله أو أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعترف بوجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج، أو أعترف أن الربا حرام والزنا حرام وأن ما أحل الله حلال، فهذا لا بد من التصريح، لأنه قد يعتقد أنه مسلم على ما هو عليه من الرد إذا لم يصرح. نعم. إذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب ثم استولى المسلمين على أولاد المشركين وأموالهم بالغنيمة، فإن هذين الزوجين لا يحكمون بأنهما يكونان رقيقين، لأن المرتد يجب قتله بكل حال ولا يسترى، بل يجب قتله إقامة الحد عليه. نعم. ولا استرقاق أولادهما لأن أولادهم تبع لهم. نعم. إنما المرتد يقتل بكل حال ولا يسترق، إنما الذي يسترق هو الكافر الأصلي، يسترق الكافر الأصلي، أما المرتد فهذا حكمه أنه يقتل. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، هذا حكم عام، من بدل دينه فاقتلوه، حكمه القتل على كل حال، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل قبل القتل فإنه تقبل منه التوبة كما سمعت. نعم. ولأنهم لا يجوز إرهابه على الكفر فلم يجوز سلموا، ولم يجوز الذي تباهى أبو بكر رضي الله عنه. نعم. تبرد فإنهم سلموا. كيف؟ أعد الكلام بالضبط. ولأنه بقوله عليه الصلاة والسلام بدل دينه فاقتلوه. هذا عام. نعم. لأننا إذا استرققناه وهو مرتد معناه أقررناه على الردة. نعم. فإنهم سلموا،
فإنهم سلموا ولم يذكر أن الذين سلموا الرجل كالرجل اسمع فإنهم سلموا يحتاج إلى مراجعة. نعم. ولم يذكر أن الذين سلموا أبو بكر رضي الله عنه كانوا أحسنوا ولا يذكر له محمد ردة كان أولاده مرتدين. نعم. ولم يذكر أن الذين سلموا أبو بكر رضي الله عنه كانوا أحسنوا ولا يذكر له محمد ردة كان أولاده مرتدين. الذين سلموا أبو بكر يعني قبل لم يثبت فهم كفار أصليون يعني كفار أصليون فلذلك سباهم الكافر الأصلي يجوز أن يسبى مع السب خلاف المرتد فإنه يقتل الذين سباهم أبو بكر يعني في حروب الردة. نعم. لا يقتل لهم أخرين فأما أولاد فإن كانوا ولدوا فقد الردة فإنهم محبوهم برجالهم تبع لآبائهم ولا يدفعونهم في الردة لأن الإسلام يعبد يعني إذا ارتد الشخص فإن ردته تختص به أما أولاده فلا يكون لهم حكم لأن ردة الشخص لا تتعدى إلى غيره فأولاده قبل الردة تكون مسلمين. نعم. ولا يدفعونهم في الردة لأن الإسلام يعبد فلا يدفعونهم في الكفر ولا يجب استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون ولا كبارا لأنهم إذا كبروا صاروا فرضوا الإسلام فهم مسلمون فرضوا الإسلام فهم مسلمون يعني أنه ما يسري عليهم حكم ردة آبائهم هم مسلمون من الأصل فإذا ارتد آباؤهم فلا يسري عليهم حكم المرتدين إلا لو أنهم هم صرحوا بالردة. نعم. نعم إذا أنهم اعترفوا بأنهم على دين آبائهم فهم حكمهم حكم آبائهم أما إذا لم يعترفوا فالأصل أنهم مسلمون. نعم. فأما من حدث من أمداده بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولي من أوليائه المرتد إذا حكم بردته فإنه يزال ملكه عن أملاكه تصادر أملاكه بكل بيت المال وتعزل عنه زوجته المسلمة تعزل عنه ويقتل على الردة ومن ولد له بعد الردة فإنه يكون كافرا لأن ولد الكافر تابع له ولد الكافر الصغير يتبع أباه أولاد الكفار يتبعون آباءهم أولاد المرتدين يتبعون آباءهم على الردة. نعم. ويجوز استرقاقهم في ظاهر كلام الشرعي ونص على الجهل لانه لم يذكر لهم حكم الاسلام فجاز استرقاقهم لولد الحرمين. نعم. كتاب الجهاد. نعم. الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هذا هو الجهاد قتال الكفار لإعلاء كلمة الله فإن كان قتالا لغير الكفار فإنه لا يسمى جهاد قتال المسلمين كالقتال في الفتن التي تكون بين المسلمين هذا لا يسمى جهادا إلا إذا كان هؤلاء المقاتلين بغاة أو قطاع طريق فإن قتالهم يكون جهادا لأنه لدفع شر وكذلك قتال الكفار لغير إعلاء كلمة الله كان يقاتلهم لأجل أخذ أموالهم أو لاستيلاء
على بلادهم فهذا ليس جهادا في سبيل الله، وإنما هو قتال لأجل الدنيا فقط، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. فيه فرق بين من جحد وجوب ومن جحد تحريم الربا عموما، هذا يحكم بكفر، يحكم بكفره، لأن الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه. لكن بعض المسائل المختلف فيها هل هي من الربا أو ليست من الربا، هذه قلنا لكم إن المختلف فيه لا يحكم بكفر المخالف نظرا لوجود الخلاف. إذا اختلف في مسألة هل هي من الربا أو ليست من الربا، وجاء واحد وقال هذه مباحة لأنها ليست من الربا، وجاء الثاني وقال هذه حرام لأنها ربا، نقول هذه مسألة خلافية فلا نحكم بكفر المخالف، وإن كنا نحكم بتخطئته مخالفته للدليل، لكن لا نحكم بكفر نظرا لوجود الخلاف. بعض مسائل الربا فيها خلاف فلا يكفر من خالف فيه، وإن كان يخطأ ويضلل ويقال له أنت أخطأت وهذا خلاف الحق. نعم. وبعد الشيخ خبرت الله لبعض الخصائص السياسة والخلفيات من دعاء غير الله وطلب المغفرة من الرسول عليه الصلاة والسلام أراحت من البشر كما في قصيدة البوصيري، يحكم بأن هذا كفر وشرك، أما صاحبها فلا ندري عن خاتمته، نقول إن كان بقي على هذه العقيدة إلى أن مات فهو كافر ومن أهل النار، وإن كان تاب تاب الله عليه. المهم نحن نقول هذه القصيدة فيها شرك وفيها كفر، وقوله يا أكرم الخلق مالك هذا كفر ودعاء لغير الله عز وجل، أما الشخص نفسه فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قضية الشيخ أخبرك الله يقول بعض العلماء إن امتحان الصحف والمجلات التي فيها ذكر الله أو أسماء معبدة لله فهو ربما يصل إلى الكفر، لأن الله قد حث على تعظيم حرماته وشعائره فضلا عن ذاته، فهل ذلك كذلك؟ فيه تفصيل هذا، إذا كان يمتهن هذه الصحف وهو يعلم أن فيها اسم أسماء الله أو فيها شيء من القرآن، وقال ولو كان يدوس عليها ويجعلها في المزاد فهلكم، أما إذا كان ما يدري أن فيها شيء من هذا صحف بس ولا نظر إلى ما فيها على أنها صحف وانتهى مفعولها استغني عنها، هذا غير متعمد، هذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه ما تعمد هذا الشيء. لكن إن كان يعلم إن فيها أسماء الله وفيها آيات فيها أحاديث وقالوا لو هذه صحف ولا علينا من ما فيه، فهذا يعتبر كافر. نعم. نعم. لا، الأسماء المعبدة هذه ما تدخل فيها، يعني ما انت بزاعد تفقد كل الصحيفة، لا يصيبها عبد الله ولا عبد الرحمن ولا، هذا من التكليف بما لا ينطق. لكن إذا رأيت شيء ظاهر آية قرآنية أو حديث نبوي شيء ظاهر فلا يجوز إلا تقطع هذا القسم، تقطعه وترفعه ولا تحرقه، والبقية ما في مانع من انتهاء. أما إذا كنت ما دريت ما فيها ولا تعلم ما فيها فالأصل براءة الذمة إن شاء الله. نعم. وقال الشيخ أخبركم الله ما وقع في بعض وسائل الإعلام يلبسونها ويسخرون منها والشعر، ويلبسون المتدربين الشرف ويصفونه بكل ناقصة، فما حكم ذلك؟
وهل من استهزاء بالمبتدئين يعتبر الاستهزاء بالشرع ام لا؟ اي يعتبر بكفره. الله حسيبه، من استهزا بالمسلمين لإسلامهم ولدينهم هذا كفر ردة، أما إذا استهزا بهم لأشخاصهم أو ذواتهم فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن المسلم لا يجوز تنقصه والسخرية به. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب. فإذا كان تنقصه لهذا المسلم أو استهزاؤه به لأجل دينه وتمسكه بالسنة فهذا كفر، وإن كان من أجل شخصه فقط فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه تنقص للمسلم. قد قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. تنقص المسلم لا يجوز، لأن المسلم له حرمة عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز تنقصه. نعم. وقيل للشيخ وفقكم الله، من نقص به المميز من أبناء المشركين بالشهادتين فهل تقبل شهادته أم لا؟ لا يحكم بإسلام إلا إذا بلغ، لأن الطفل الكافر ولد الكفار تبع للكفار، تبع للكفار، وولد المسلمين تبع للمسلمين، فلا يحكم بكفره أو إسلامه إلا بعد البلوغ، يعني بردته، ما يحكم بردته إلا بعد البلوغ كما سبق. نعم. ولا يحكم بإسلام إلا بعد البلوغ. نعم. لأن الأصل في أولاد الكفار أنهم كفار، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بالدخول في الإسلام بعد البلوغ، هذا الأصل فيهم، بخلاف أولاد المسلمين فالأصل فيهم الإسلام. نعم. الزنديق الملحد، الزنديق الملحد الذي يعتقد في قرارة نفسه ببطلان الأديان السماوية، يعتقد بطلان الأديان السماوية وبطلان الرسالات، هذا زنديق ملحد، يسمى زنديق ويسمى ملحد ويسمى منافق، النفاق الأكبر. نعم. أبي الشيخ وفقك الله، هل لازم الخبر يعد لازم ولا أم لا؟ كما قال قولا يلزم منه الكفر، فهل يحكم بالكفر؟ لا، ما يحكم بالكفر إلا لمن صرح بالكفر، أما اللازم فهذا لا يقتضي الحكم به، لأنه قد لا يريد هذا اللازم، ما أراده ولا جاء على باله. نعم. وغير الشيخ وفقه الله، أن يعد المجاهد في المعصية والمتبجح فيها بالمجالس مستحلا لها حتى ولو لم يرضى بالاستدلال، لأنه يقال إنه لا مجاهد في المعصية إلا احتقاق بها، ولم يستحل بها إلا استدلال بها. لا، مسألة الردة لازم من التصريح، يعني كونه يجاهد في المعصية لا يدل على أنه يستحلها، لا يدل على أنه مستحيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المجاهر يقام عليه الحد والتأديب لكن لا يحكم بردته. نعم. وغير الشيخ رحمه الله يقول طه حسين إنه لا يحكم بإثبات النبوة بعض الأنبياء لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، فما رأيه إنه إنه لا يكفي في إثبات النبوة بعض الأنبياء لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، فما رأيه بهذا القول؟ طه حسين معروف عند العلماء بأنه زنديق، من كلامه ومن مقالاته ومن جحوده لما في القرآن في كتاب الشعر الجاهلي،
ينكر ما في القرآن من قصص الأولين وقصص الأمم السابقة ويقول إنه خيال، إنها ما لها واقع وإنما هي خيال. وهذا الكتاب تبين أنه سارقه من أحد الفرنسيين المستشرقين الفرنسيين، أو أنه نفس هذا الكافر الملحد نعطيه إياه ليظهر باسمه من باب الدس على المسلمين. فالرجل المعروف عنه أنه زنديق وأنه ملحد والعياذ بالله، ولا عرف عنه أنه تاب أو ظهر منه توبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الاستدلال أن يكون بالإنسان ولا يكفر من استحل شيئا بقلبه؟ القلوب ما ندري عنها، ما يعلم عنها إلا الله، إنما نحن نحكم على ما يظهر من الإنسان من كلامه أو من أفعاله، وأما ما في القلوب فهذا إلى الله جل وعلا، ما علينا منه. من أظهر الإسلام قبلنا منه ولو كان منافقا في قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام من المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار، عاملهم بالظاهر، فنحن ليس لنا إلا الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك من علماء المسلمين يقول بكفر الثالث الزكاة بخلا لا تكون؟ ما أعلم، ما أعلم أن أحد يقول بكفر من ترك الصلاة الزكاة بخلا مع اعترافه بوجوده، لكن يقاتل إذا امتنع من إخراجها وصار للشوكة وقوة، فإنه يجب على ولي الأمر أن يقاتله كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة. فقتاله شيء والحكم بردته شيء آخر. نعم. هذا متكاسل، هذا ما يحكم بكفر، لكن يلزم بالصيام ويلزم بالحج إلى بيت الله، يلزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الدين الذي كان يجب على المشركين اتباعه قبل الإسلام وبسبب تركهم له كفروا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان لذلك الدين دعاء أم لا؟ المشركون من العرب كانوا على دين، قبل أن يحدث الشرك في جزيرة العرب كانوا على دين إسماعيل عليه السلام ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحنيفية، وإنما حدث الشرك بعدما ظهر فيهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلب الأصنام لهم وأمرهم بعبادتها، فهم كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هكذا كانوا في الحجاز في بلاد العرب. نعم. ومنهم من تبع الدين النصراني، منهم من تنصر تبع الدين النصراني، ومنهم من اتبع الدين اليهودي. نعم. لا يقوم الإسلام إلا بدولة، ما هو صحيح إنه إذ يوجد إسلام بدون دولة تحميه وتجاهد عنه وتنشره في الأرض، لا بد من دولة للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعي الكاتب إلى المحكمة ولكنه لم يحضر بل هرب، نعم، تعتبر كتبه قرينة على كفره؟ نعم. إذا دعي الكاتب إلى المحكمة ولكنه لم يحضر بل هرب، هل تعتبر كتبه قرينة على كفره أم يسكت عنه؟ يحكم عليه بموجب كلامه في كتبه وغيرها، يحكم عليه بموجب كلامه إلا إذا تاب إلى الله وأظهر التوبة. نعم. وإلا يقال له إن كان باقي على هذه العقيدة وهذا الكلام فهو كافر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العامة يظهرون أن قراءة الليل حقيقة صغيرة بداخلها آيات قرآنية وهي مخيرة من جميع الجوانب بحيث لا تخرج، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، هذا من تعليق التمائم، هذه تميمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم
إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فلا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، إنه لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، لأن الرسول حكم بأن كل التمائم أنها شرك. والتميمة هي ما يعلق على الشخص أو يجعل بجواره أو يعتقد فيه الشفاء، إنما الذي يشرع هو القراءة على المريض والرقية على المريض، يعني يقرأ عليه وينفث عليه أو يقرأ بماء ويسقى منه المريض، هذا هو الرقية الشرعية الواردة. أما كتابة الورق وتعليقها على الأطفال أو على المرضى أو جعلها تحت الوسادة أو غير ذلك، فهذا ممنوع في الإسلام، لأنه من تعليق التمائم. أو على الجدران إذا اعتقد فيها أنها تمنع من الشر، وأنها هذا من التمائم. أو على السيارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل معروف من حاله أنه يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، وتقدم بإحدى الصلوات وصلى إماما بجماعة من الناس، فما حكم صلاته من خلف هذا الرجل؟ الله أعلم. إذا كان أنه تاب الصلاة خلفه صحيحة، أما إذا كان مستمر على ترك الصلاة بعض الصلوات فلا تجوز الصلاة خلفه. إذا كان مستمر على حاله يصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان ألا لا يصلى خلفه، لأن من ترك بعض الصلوات فهو كالتارك لجميع الصلوات. نعم. يجوز للحاجة، إذا كانت محتاجة للانتقال كأن تكون تستوحش في هذا البيت ولا عندها أحد، أو البيت مستأجر وانتهى آجاره، أو الورثة طلبوا منها أن تتحول منه، فيجوز الانتقال إلى بيت آخر للحاجة. نعم. قبل الشيخ وفقكم الله، من موالد بميتة السوء، هل هي سوء الخاتمة؟ أو الموت بغرق أو هدم أو حرق أو ترشي، كما استعاذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث. المراد بميتة السوء الموت على غير الإسلام، هذه ميتة السوء. أما المسلم إذا مات في حادث مفاجئ كالغرق والحرق وحوادث السيارات فهذا شهادة، هذا شهيد يعتبر من الشهداء. نعم. وغير الإسلام وفقكم الله، ما هو الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم في أقل وأكثر مدة الحيض؟ أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثرها 15 يوما، وغالبها 6 أيام أو 7 أيام. هذه قواعد المذهب في هذا الشيء، وهذه ضوابط يعني الأخذ بها والمشي عليها أضبط للناس من إطلاق الأقوال التي لا تصل إلى نتيجة. لازم من وضع قواعد وضوابط في هذا الباب على ضوء النصوص. نعم. لا، هذا لم يكن من عمل المسلمين ولا ذكر عن أحد من العلماء، إلا خلافا شاذا لبعض الشافعية، والمشهور عند العلماء أن صلاة العصر لا تجمع صلاة العصر. قد صدر بهذا فتوى أو فتاوى من دار الإفتاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.